انا مراجعة جديدة لمكنة غسيل توتال 1500 واط. تمام، ديت البار بتاع 100 بار وبتسحب 6 لتر في الدقيقة. تمام، طبعا احنا بعد سنتين غيرنا يعتبر مكنة الغسيل وجبنا التوتال بسبب ان الجي تي ما كملتش، كان كل سنة تبوظ وتتصلح. اخر حاجة الزور بتاع الهيد اتكسر، فده طبعا محتاج هيد جديد، فانا ريحت دماغي وقلت ايه نشتري مكنة جديدة احسن لينا ولشغلنا. فلما دورت لقيت الناس بتشكر كلها في توتال. هي الحلوة ان المكنة دي هاند يعني تتشال بالايد، تمام، غير المكان التاني الكبير بيبقى صعب معانا في النقل. فكان توتال اعلى حاجة فيهم، سعرها معدي دلوقتي جاي عامل 4000 جنيه. تمام، بس اكيد يعني نفس الخامات زي اي خامة صيني مثلا. هنفتحها دلوقتي ونشوف ايه اللي هيبقى معانا في الكرتونة ونجربها برضو ونجرب ضغطها، وهيبقى لينا برضو لقاء تاني بعد فترة بعد سنة نقول ايه مميزاتها وعيوبها وبقى ايه مشاكلها وايه اللي ظهرت معانا. تمام، نبدأ نفتح سوا كده مع بعض. هنا هنا الكتالوج، وده الصمام للسحب، وده البلف بتاع السحب والجزء بتاع السحب اللي بيركب في خرطوم السحب، وإبرة التسليك. طبعا الجي تي ما كانش فيها إبرة التسليك ديت، دي نازلة هنا مع التوتال. تمام، معانا خرطوم على فكرة 5 واط أقل من الجي تي. تمام، الخرطوم بتاعه اتقل من الجي تي. طبعا انا بعمل مقارنه بين جي تي وتوتال لان انا استخدمت الجي تي، فبحاول اشوف ايه المميزات هنا وايه العيوب اللي كانت هناك ونشوف هنا برضو ايه الفرق. فانا بالنسبه لي المميزات الخرطوم اتقل واحسن من الجي تي. ده خرطوم السحب زيه زي الجي تي عادي، ودي المصفى بتاعت الميه. تمام، ومسدس قصير برضو عشان نعرف نشتغل بيه. طبعا خامة المسدس اتقل برضو من الجي تي. طبعا في درجات رباط، ده شحن، في لوك برضو لو مش عايزين نشغله. وده السلك، ودي المكنة. نبدأ نرفعها ونشوف. المكنة يعتبر نفس تقل المكنة التانية بس أصغر في التصميم. ده الكابل بتاعها تشغيل، ده اون اوف. وده اكيد الطرد، والسحب هيكون من هنا. طبعا هنا دي بلاستيك، في الجي تي ده معدن. تمام، بس هنا محمية شوية من الخبط، محمية معمول لها قفص كويس محمي منها. تمام، دي البيانات اللي عليها كلها 1500 واط 100 بار. تمام، بتوصل ل 1450 بي سي، وتسحب 6 لتر في الدقيقة. دي كل الامكانيات.
دي من تحت نفس الموتور يعتبر، نفس تصميم الجي تي، بس عاملين هنا بس فيوز حماية عشان لو حصل حاجة تتغير، يعني لو ضغط عالي عليها سحبة امبير عالي كهربا عالية قوي الفيوز ده يتغير. وفيها عداد هنجربها ونشوف ونقول لكم رأينا دلوقتي ونوريكم الضغط بتاعها. شكرا. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.